جميل. طيب نتابع الآن حديث المنسق الإداري في نادي الشباب الكابتن صالح الداود. في البداية أنا سعيد بتواجدكم كقناة رياضية متميزة في نادي الشباب، والله يحييكم. وطبعا بالنسبة للمنصب هو طبعا تكليف من الأستاذ طلال الشيخ، إن شاء الله نكون قد هذا المنصب والمسؤولية. وزي ما ذكرت وضع الوضعية الفنية لفريق الشباب حتى على مستوى النتائج ما هي مرضية لكل الشبابيين. الشبابيين دائما متعودين يكونون دائما في مع الفرق المتقدمة. في ظل هذا التنافس طبعا انت محتاج، وضيق الوقت الان محتاج انك انت طبعا تحاول انه تستغل العوامل النفسيه للاعبين بشكل كبير في هذه المرحله. المدرب جديد، الرئيس جديد، برضو مدير الفريق جديد. فلذلك احنا طبعا امامنا مشوار صعب جدا. نتمنى ان شاء الله نوفق في تقديم ما يرضي طموح كل شبابي. نعرف انه المرحله الماضيه كانت طبعا صعبه على اللاعبين وعلى الجمهور، ومحتاجة مضاعفة جهد طبعا. وقبل كل شيء وبعد كل شيء هو توفيق الله سبحانه وتعالى. بنجتهد ونبذل قصارى الجهد طبعا. شوف المنسق بيكون له برضو الواجبات ممكن تكون خارج النادي. نعم انت تعرف في أندية أخرى ممكن عندهم لاعبين، ممكن عندنا احنا لاعبين. طبعا تكون هذه مباشرة مع رئيس النادي، يعني ما تكون دائما تدخل في أمور كرة القدم أو مع إدارة كرة القدم. فيه زي ما قلت لك واجبات بحكم العلاقة بحكم الخبرة. ممكن الأستاذ طلال طبعا يوجهني في أمور تنسيقية خارج النادي، بالإضافة لأنه تعرف المدرب يمكن يحتاج لاعبين، إدارة كرة قدم تعطينا تصور أن هناك مراكز تحتاج إلى تقوية. يعني بيكون فيه هذا هو العمل الرئيسي بالنسبة لي في النادي. أنت شوف تتكلم عني أنا شخصيا أقول لك نعم الفريق يحتاج إلى تدعيم، لكن مو أنا اللي أقرر هذا الشأن، هو طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني. السيد كارينيو لسه الآن تقريبا مباراة واحدة، الآن بندخل في المباراة الثانية، محتاج وقت حتى يبين معاه الوضعية الفنية للفريق والحاج واحتياجاته الفترة الشتوية. طبعا الفترة الشتوية لسه باقي عليها وقت، ولكن من الآن تبدأ تعد خطواتك، لأنه المدرب يعطيك تقرير. الإمكانات الموجودة عندك المادية هل تساعد على التعاقدات؟ عندك أمور برضو كثيرة، ما هي الأمر ما هو سهل يعني. لكن الأهم انه نادي الشباب يكون دائما يستغل فترات الشتويه لمصلحته. يعني لابد يعني بعض الانديه تستفيد في الشتويه انها تدعم صفوفها، وان شاء الله الشباب يوفق ان شاء الله. كل شيء، كل التقارير اللي بيقدمها المدرب هو رقم واحد بالنسبه سواء رئيس النادي او لاعضاء مجلس اداره او لاداره كره القدم، هو التقرير الفني. اذا جاك التقرير الفني على ضوء تحدد خطواتك القادمه.